والله الإسلاميين ديل لو ما اتعظوا حول مشاركة العسكر يبقى دي مصيبة. أن إحنا اتعظنا لن نشارك ولن ندعم عسكري في الحكم، ما معناه هون إحنا ضد العساكر مطلقا، ضد الجيش مطلقا. الجيش دي جيش مؤسسة محترمة، مؤسسة محترمة قايمة بواجب كبير في حماية أمن السودان، في حماية استقرار الداخلي. نحن ضد تدخل الجيش في السلطة في السياسة، لكن ما ضد الجيش بطريقة مطلقة. ولذلك الإسلاميين اللي بيوالون العسكر، ما طبعا هم اللي جعلوا من عمر البشير يوم من الأيام يعني ديكتاتر منه. الإسلاميين اللي كانوا حوله، ما شيخ حسن رحمة الله عليه مرة سألته قلت له البشير، قال لي البشير ده خربوه أخوانك، ما تخرب البشير ده من أول يوم كان زول يعني ما في مشكلة، لكن خربوه أخوانك الحواليه. طبعا أخواني الحواليه ده اللي بتعرفوهم أنتو، ما في داعي أشرح الاسم. أخواني ده لو ما اتعظوا من تجربة المشاركة ودعم العسكر، العسكر ده اللي ما أعرف بالتدخل الخارجي الإقليمي الداخلي، الإقليم الداخلي ده في حساباته للإسلاميين آوت. ولذلك الإسلاميين حقه يبقوا شطار، ما يتحالفوا مع العسكر، يتحالفوا مع القوى السياسية الحية، ويتحالفوا مع الشعب السوداني حول ديمقراطية تعلي من قيمة الوطن.